تعالوا بقى نروح نتعرف سوا على آخر أخبار الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة في النادي الأهلي مع زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناة الأهلي من فرع النادي في الشيخ زايد. مينا صباح الفل عليك وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله اليوم يكون كده مليان بالحماس والتفاؤل لكل السادة المشاهدين. يعني أنا هنا بمقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، يمكن بدأ توافد الأعضاء على مقر النادي، يمكن في إقبال بسيط على مقر النادي نتيجة يعني لسقوط الأمطار منذ قليل ويمكن كمان مع بداية اليوم، لكن ده ما منعش يعني الأعضاء المتعودين على أداء التدريبات الصباحية. يعني بالنسبة لدرجة حرارة الجو ساعة شوية هنا في فرع الشيخ زايد، ولكن بعد سقوط الأمطار يعني الجو بدأ يتحسن وبدأ الجو يبقى يعني الشمس بدأت تظهر ودرجة الحرارة بدأت ترتفع. درجة الحرارة كانت من شوية حوالي 16، بس على مدار اليوم درجة الحرارة بتبدأ تعلى على مدار اليوم. ايضا بالنسبه للحاله المروريه، يمكن طريقي المعتاد من وسط البلد لهنا الشيخ زايد كان خد حوالي 40 دقيقه، في سيوله مروريه كبيره جدا على محور 26 يوليو. نروح لأخبار الفرق الرياضية بالنادي، يعني يمكن هنا في يعني على تدريبات السباحة للفرق الرياضية، يمكن بدأ بالفعل منذ الساعة 5 صباحا تدريب السباحة لجميع الأعمار للفرق الرياضية في النادي، بينتهي على حوالي الساعة 7 أو 8. يعني كنت بتكلم هنا مع الكباتن في النادي كمان عشان بيخلصوا التدريبات قبل بداية اليوم الدراسي، يمكن الطلبة أو الأعضاء هنا بيخلصوا التدريبات وبيطلعوا على المدارس. نروح بقى لفريق الأول لكرة القدم، يعني يمكن بعد الفوز ببطولة كأس مصر كوتش موسيماني ادى راحة سلبية، يعني كمان النهاردة في راحة سلبية للفريق، وإن شاء الله العودة غدا للبدء من جديد استعدادات للدفاع عن اللقب 43 للدوري المصري. يمكن النادي الأهلي هيبدأ المشوار بمقابلة مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر، وبعد كده الجولة الثانية هتكون أمام غزل المحلة يوم 18 ديسمبر. الخبر السار لكل جماهير النادي الأهلي، يمكن يعني خلاص مسحة اللاعب أليو ديانج سلبية، واللاعب إن شاء الله هينتظم في التدريبات الجماعية للفريق من غدا إن شاء الله. نروح للفرق الرياضية بالنادي، يعني يمكن كان في مباريات حافلة بالفوز والتفوق لفريق فرق النادي الأهلي. يمكن شباب سلة الأهلي 16 سنة ألف حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجة 63 مقابل 47 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وأيضا شباب سلة الأهلي 20 سنة حققوا الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 57 مقابل 46 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. أيضا بنات سلة الأهلي 14 سنة حققوا الفوز على فريق المعادي بنتيجة 39 مقابل 20، ودي أيضا ضمن فعاليات ومنافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى لكرة اليد، ويمكن شباب يد الأهلي 2004 حققوا فوز قوي جدا على فريق النصر بنتيجة 47 مقابل 19، وده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأيضا سيدات الأهلي حققوا الفوز على نادي المعادي بنتيجة كبيرة جدا، وبصراحة كانت مباراة قوية جدا لفريق نادي الأهلي بنتيجة 31 مقابل 11 ضمن منافسات بطولة الدوري. أخيرا وليس أخيرا، فريق بنات يد الأهلي مواليد 2002 يفوز على نادي هولي ليدو بنتيجة 25 مقابل 2 ضمن فعاليات ومنافسات بطولة الجمهورية. أنا هنا بمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار الحلقة. عودة لكم مرة أخرى، مفيش مساحة للمزيد من الأسئلة والاستفسارات يا مينا كالعادة، أنت وكل زملائنا الأعزاء مراسلي قناة الأهلي عاملين شغل 10 على 10 وكل معلوماتكم وافية وكافية. نشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز مينا ماهر.